يكمل 518 طالبا وطالبة من مبدعي المملكة استعداداتهم الأخيرة لخوض غمار التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع في مساري الابتكار والبحث العلمي، والذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التربية والتعليم. تفاصيل أخرى في هذا التقرير. انطلقت فعاليات أولمبياد إبداع لعام 2013 بمشاركة 500 طالب وطالبة ب400 مشروع، وكان من بين هذه المشاريع مشاركة لطالبين بالمرحلة الثانوية مشاري وأخيه معتز. ولم يأتي اختراعهم من الخيال، بل بعد أن حدث لبيتهم حريق بسبب التماس كهربائي، فسبب بعض الحروق لأخيه ومعاناة لوالده الذي لم يكن يستطيع المشي على قدميه. طبعا هذه الفكرة نتجت عن لو في أحد أصم أو له المسافرين أو شيء يكون دارين. طبعا الفيش تكون مرقمة بالرسالة أو في الاتصال، يقول لك الفيش الثاني احترق أو الفيش الثالث احترق اللي في الصالة أو اللي في المطبخ أو اللي بأي مكان، يعني يحدد لك المكان، ودائرة كهربائية لا تنقطع عن البيت كامل بل تنقطع عن الفيش ذاته. أما أحمد ومحمد رمضان كان ابتكارهم عن كيفية توليد الطاقة الكهربائية من خلال حركة الرياح فتولد الكهرباء. أول شيء كان عندنا سببين رئيسيين. السبب الأول كانوا الناس انقطاع التيار الكهربائي أثناء الرحلات والتنقلات البرية، مما دفعنا في إنتاج هذه الفكرة وجعلها وسيلة لاستفادة من طاقة الرياح وتحويلها من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية. والسبب الثاني إيجاد مصادر أخرى لمصادرنا المتجددة مثل طاقة الرياح ومساقط المياه والطاقة الشمسية، وهذا راح يحل يعني يسوي نقلة نوعية للطاقة الكهربائية. يأتي هذا المعرض بتنظيم من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التربية والتعليم، حيث يتم في المعرض عمليات التحكيم للمشاريع المشاركة وحضور الزوار لمشاهدة الإبداعات، ومن بين الزوار وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله. هم المستقبل، هذا هو الأساس. يعني الحمد لله إذا شفت 50,000 متقدمين اختاروا منهم حوالي 500، وفي النهاية بنطلع بحوالي يعني مجموعة صغيرة اللي بتمثل المملكة. الأساس قوي، الأساس متين، وأنا أعتقد أن هذه أثبتت الشراكة، لأنه ما يمكن ليد الواحدة تصفق. أنا أعتقد الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج تطوير. تنوعت المشاريع مناصفة بين البنين والبنات في مساري الابتكار والبحث العلمي في 17 مجال علميا متنوعا ودقيقا، ومنها الهندسة الوراثية والفضاء والطيران والتقنية الحيوية. وهدف كل مشارك هو تمثيل المملكة في جميع المحافل الدولية. خليل الجبيري، الإخبارية، الرياض.